ويا صباح الخير، اليوم رجعت لكم بالحلقة الثانية من سلسلة كيف أقضي أجمل الأيام السياحية في لبنان. يلا بداية، هاي سلسلة الفيديوهات راح تكون أفضل سلسلة فيديوهات ممكن تشاهدها عن السياحة في لبنان. راح يكون فيها لبنان من الجنوب إلى الشمال، شلالات، أنهر، مغامرات، مدن سياحية، أنشطة سياحية، وأكيد الأسعار ونصائح ومعلومات. والأجمل من هيك أنه كل يوم بيومه، واليوم راح تبدأ أول جولتنا بالسياحة خارج بيروت. والخمس أماكن اللي راح زورها اليوم، في بعض السياح بكل رحلتهم السياحية ما زاروا نص هؤلاء الأماكن، فهاي الفيديوهات راح توفر عليكم جهد. كل اللي عليكم تحضروا الفيديو للنهاية لتعرفوا الأماكن وكيف تصلوا للأماكن. ويلا ننطلق. وأنا كالعادة طالع مع صديقي جلبير اللي حب يطلع معه برحلة سياحية، انستغرامه والأرقام اللي له كلها بالوصف. يا أهلا وسهلا فيكم بلبنان، لك مين معي اليوم؟ ليوني، حبك يا لبنان. ونبدأ معكم من أول مكان، نهر الكلب، من أنهر لبنان المميزة، وأنهر لبنان مميزة بألوانه، يعني كل نهر له لون مختلف. نهر الكلب أو هذا المكان له تاريخ قديم، لكن احنا ما راح نفوت بالتاريخ، راح نفوت بالطبيعة والسياحة. هذا النهر طوله ما يقارب 30 كيلومتر، فيكم تدخلوا من هون تشوفوا أجواء طبيعية مميزة، وأكيد في حديقة حيوانات لقدام شوي إذا حبيتوا تزوروها، وفي هيك يعني لقدام كمان فيكم تنزلوا على النهر وأجواء مميزة. النهر وصلنا المكان رقم 2، مغارة عجعيتة، معلم من معالم السياحة المهمة في لبنان. المغارة مكونة من مغارتين، المغارة العليا والمغارة السفلى. المغارة العليا ندخلها مشي، والمغارة السفلى ندخلها بالزوارق. وهذا المكان من أهم الأماكن السياحية، لأنه مغارة من تكوين الطبيعة عمرها أكثر من 6 مليون سنة. راح تشوف فيها يعني تكوين طبيعي ما راح تشوفه ممكن بأي مكان ثاني بالعالم. سعر التكت بعده على السعر القديم 135,000، يعني ما يقارب 1 دولار، لكن ممكن بس تغوى السياحة شوي ممكن شهر زمان راح يرتفع سعر التكت، بظن انه 3-4 دولار ممكن. واولا قطعنا التكت وهذا القطار راح يسحبنا على المغارة العليا. يلا انس يلا. وصلنا المغارة العليا. يا اخوان انتبهوا، ترى ممنوع التصوير العليا. وهيك يكون انتهينا من المغارة العليا. سبحان الله، جمال خلاب، كله من تكوين الطبيعة. وهاي المغارة فيها اكبر صواعد واكبر هوابط بالعالم. انتهينا منها، طلعنا لبرا كمان تشوفوا الجبال والطبيعة والأنهر، وهلأ متجهين على المغارة السفلى. يلا وصلنا المغارة السفلى. المغارة السفلى مختلفة كليا عن المغارة العليا. المغارة العليا دخلناها مشي، هون راح ندخلها بالزوارق لأنه عبارة عن نهر مي داخل كهف. يلا وهيك يكون انتهينا من المغارة السفلى. مثل ما شفتوا ما في احكي جوا لانه ممنوع التصوير، لكنه كمان نقول سبحان الله تكوين طبيعة خلاب. وبعد ما مكفين مشوارنا السياحي طالعين الى جبال الثلج، مرقنا بفارية. معلومة سريعة عن فارية، فارية هي قرية صايرة بين الجبال، يعني كتير فيها بيوت هيك، بيوت اكواخ يعني هيك، وبيوت هيك تجي تستأجر البيوت يوم يومين ثلاثة، لكن فارية ما فيها ثلج. الثلج بعد على ارتفاع اكثر من هيك، بدنا نصل لارتفاع 2000 متر. صباح الخير، كيف بلش اليوم نهارنا؟ بنهر الكلب يلي بيفصل المتن عن كسروين، كملنا عم غارة جعيطة، جينا على معبد فقرة، وهلا مكملين على الثلج على كفار دفيان. ليتس جو.
وهيك يكون وصلنا المكان رقم 3 جبال الثلج. احنا هاي المنطقة اسمها كفر دبيان، منطقة سياحية بالشتاء ثلج، بالصيف مكان مرتفع جدا ويكون الاجواء فيه كمان باردة. وهذا المكان فيه انشطة للشتاء وفيه انشطة للصيف، يعني مثل الشتاء هلأ السكيدو وفيه التزلج والتلفريك وهيك انشطة شتوية، وبالصيف تكون الانشطة يعني هون 2000 متر بالصيف ما فيكون في ثلج، فكون الانشطة هيك الموتوسيكلات الجبلية وهيك مكان سياحي. على مزار كفر دبيان هون وردة في عندنا ارتفاع 2000 متر، شوف الثلج، في ثلج هلا تقريبا كبتهم 10 سنتي بهاليومين، ومتوقعين ترجع تتلج بهاليومين كمان شي 10 20 سنتي، ان شاء الله هالثلج يبقى لعيد الفطر. نعيما لك لا 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 ما بس انت بتتجمد متعود متعود. وهيك يكون انتهينا من الثلج وجبال الثلج، ويلا على المكان اللي بعده. هيدي فريا، لك شليل شو حلوين، وهيدا شليل نبع اللبن. وبطريقنا بتشوفوا مناظر خلابه، شوفوا ملا منظر لجوني من غصطة. وهلا وصلنا المكان رقم 4، واكيد بين المكان والمكان راح نشوف 5 اماكن. شفتوا قديش شفنا طبيعه، شلالات، انهر، يعني هذا المكان تبدا من اول مكان جبال انهر وترجع لاخر مكان على البحر. واكيد الرحله مع جيلبير مختلفه، هو يعني انا بعتبره ملك السياحه، بيعرف الاماكن المميزه. وهلا اجينا من كفر دبيان صرنا بحريص. حريصة هي عباره عن منطقه مطله على جونيا على البحر، هي صايره فوق جونيا، التلفريك ياخذك من جونيا لحريصة. هون عندنا هاي الكنيسه كثير كثير مشهوره، كنيسه حريصة، وهون كثار معلم سياحي، يعني كثار من السياح تقصد هذا المكان. نحن بالسما هون، لك ملا منظر. وهلا من هون نزولا بالتلفريك الى جونيا، شفتوا شو حلو المشوار هيك، يعني تيجي من الجبل على حريصة وتنزل بالتلفريك، افضل من انه تطلع بالتلفريك وتنزل بالتلفريك، فهيك توفر على حالك وقت. وهيك يكون نزلتوا بالقطار ما يقارب 20 متر، تصلوا التلفريك، تقطعوا التيكت، سعر التيكت 200,000 يعني بعده رخيص، دولار ونص، فممكن اول الموسم السياحه بيغلى شوي، تنزلوا بالتلفريك من هون الى جونيا. وهيك يكون انتهينا من جونيا حريصة التلفريك، وهلا وصلنا المكان الخامس، مدينة جبال بيبلوس. مدينة جبيل واحدة من مدن لبنان السياحية المميزة، هاي المدينة تجمع بين التاريخ والجمال والطبيعة والبحر، فمدينة من مدن لبنان السياحية المميزة اللي اكثر من السياح يقصدوها. وهلأ لأخذكم جولة بمدينة جبيل. أولا عندنا سوق مدينة جبيل، السوق القديم، ميناء مدينة جبيل، هو ميناء هيك، ومن هون بتطلع رحلات بحرية. واكيد هون عندنا مطاعم وهيك، كلها ديكورات قديمة واجواء مميزة مطلة على البحر. واكيد ما تنسوا تعملوا جولة هيك بين مطاعم مدينة جبيل، فديكورات كلها قديمة، مطاعم جميلة واجواء مميزة، وبالصيف تكون الاجواء هيك كلها خضار وطبيعة. وخلص نهارنا بجبيل بيبلوس، يا اهلا وسهلا فيكم بلبنان، حبك يا لبنان.